أشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على يوم دراسي بمقر وزارة الصحة حول مراقبة وتدقيق وفاة الأمهات، والذي يهدف إلى صفر وفاة أمومة بحلول 2030، حيث صرح الوزير أن التقدم المحقق في مجال صحة الأم يرتبط بتحسين متابعة الحمل والولادة وتحسين التغطية من طرف أخصائية التوليد وأمراض النساء، مع تصريح الإجباري لوفاية الأمهات. التغطية لهاجر زليلف. 93% من النساء استفدنا من رعاية ما قبل الولادة، كما تمت 97% من الولادات في بيئة مدعومة، بالإضافة إلى تحسين التغطية من طرف أخصائي التوليد وأمراض النساء. 36 مؤسسة استشفائية متخصصة تعمل في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، تم دعم تأسيس التصريح الإجباري بوفيات الأمهات من خلال تدقيق منهجي لكل حالة وفاة معلن عنها، من أجل تحسين نوعية التكفل والرعاية الصحية المقدمة للقائمات بالوضع. أشار إلى الهياكل الصحية المتواجدة بالجزائر وأيضا الموارد البشرية المسخرة لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لديها حاليا 6329 قاعة علاج و 1747 عيادة متعددة خدمات أو تخصصات، يشمل معظمها على خدمات الصحة الإنجابية 434 عيادة ولادة، سواء في المدن أو الأرياف، ذاتية كانت أو متكاملة، تابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية 36 مؤسسة استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل، وتضم أغلب المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية ليزيتابليسمون هوسبيتاليي والمراكز الاستشفائية الجامعية سي اش يو والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، مصالح خاصة بأمراض النساء والتوليد. وهذه معطيات 2019، أكثر من 700 طبيب أمراض نساء وحوالي 9070 قابلة. وفيما يخص جائحة كورونا، أكد الوزير أن هناك بعض التصريحات الفردية الصادرة من اللجنة العلمية وهي تعبر عن وجهة نظرها وفقط. وما يلاحظ في بعض التصريحات الفردية لا تعبر إلا عن وجهة نظرها، والتي لا يمكن تصنيفها إلا باجتهادات خاصة أو معزولة، ولا تتحمل مسؤوليتها اللجنة العلمية. وأضاف قائلا أن الرضاعة الطبيعية مفيدة لصحة الطفل والأم، ولا يمكن للفيروس أن ينتقل من خلال حليب الأم، لكن يمكن أن يؤدي الفيروس إلى عواقب وخيمة على الأم والطفل في حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية. إنها مناسبة لنا لتشجيع النساء على الرضاعة والاستمرار في إرضاع أطفالهن، فالرضاعة مفيدة لصحة الطفل والأم معا. إلى حد الآن لم يسجل أي انتقال مؤكد لفيروس كورونا 19 من خلال حليب الأم والرضاعة الطبيعية. يبقى من البديهي أن فيروس كوفيد 19 يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأم والمولود إذا لم تتقيد هي ومن حولها بالإجراءات الوقائية.